صباح الخير والأمل والسعادة والحب والتفاؤل. صباح يوم جديد، في كل يوم بندعي وبنقول يا رب يكون يوم سعيد علينا كلنا، يوم سعيد على كل الأمة العربية، يوم سعيد علينا في مصر بإذن الله. 10 الصبح بيكون لقائنا معاكم ومجموعة كبيرة من الفقرات. بصبح على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا، وطبعا كمان بصبح على زميلي حاتم. صباح الفل. صباح الخير. سيباني ومشي كده، ما انا شفت متخاصمين. احنا متخاصمين كده. لا لا، صباح الخير مشاهدينا الكرام. ان شاء الله يكون يوم جميل زي ما قالت نجله، يوم سعيد مليان بحاجات حلوه جميله جدا. سما صغنونه كده من كل واحد فينا نازل رايح شغل او راجع من اي مكان، هتخلي الدنيا احلى واحلى ان شاء الله. النهارده هنتكلم في حاجات كتير، عندنا فقرات ان شاء الله تبقى مميزه وتعجب حضراتكم. عايزين نقول برضو النهارده هيبتدي تدشين مشروع الساحل الشمالي ومشروع قومي، بقى عندنا مشروع دلوقتي في سيناء ومشروع في الصحراء الغربيه في الساحل الشمالي. صحيح. مهم جدا يا نجله ان احنا الساحل فيه استثمارات كتيره جدا، ومش من المفروض ان احنا نستثمره او نشتغل عليه بس في 3 شهور بتوع الصيف 6 7 8 ويعني 9 بنخش المدارس او بتخش الجامعات فبتضطر الناس ترجع. ليه ما يبقاش طول السنه الساحل الشمالي شغال؟ الاوروبيين بيموتوا في حاجه اسمها الساحل الشمالي. كان لينا اصحاب كتير قوي فرنسيين وانجليز كانوا بييجوا عندنا في الساحل. صحيح. بيقعدوا يعني بيشوفوا البحر قريب من يعني هو نفس البحر طبعا، بس من ناحيتنا احنا احلى بكتير. صحيح. عندنا شمس المية مش عندهم، نفسها مختلفة. ميتنا حاجة تانية طبعا. الرملة بتاعتنا حاجة تانية. صحيح. المصريين بجمالهم وكرامهم وابتسامتهم حاجة نمبر وان طبعا. فالحاجات دي كلها بتخلي ان ليه ما نبقاش الساحل الشمالي طول السنة، هيجيب هيدعم الاستثمار وهيدعم السياحة وهيدعم الاقتصاد، هيفتح حاجات كتيره جدا، وكمان هيخلي الناس تشتغل لانها هتفتح فرص عمل، الشباب هيروح يشتغلوا، الشباب اللي موجودين اصلا هناك. صحيح. هتبقى حاجات كتيره جميله جدا ان شاء الله. جميل. اعتقد ان انت وانت بتتكلم على الاستثمار يا حاتم، هو ده اللي مطلوب في الوقت الحالي، عمليه الاستثمار والحفاظ عليها، وان انا يكون عندي خريطه استثماريه اقدر من خلالها اشوف المناطق اللي موجوده عندي، اركز على صناعات معينه علشان تكون مصدر كمان للتواجد البشري. يعني من حتى من اهم الاشياء اللي احنا اكدنا عليها في الفتره الاخيره ان مقاومه اي سلبيات امنيه ومنها الارهاب هي العنصر البشري لما يكون موجود في اي منطقه. علشان كده لما يكون في تنميه بشريه وتنميه صناعيه وتنميه استثماريه في اي مكان، ده اكيد هينعكس علينا كلنا. عايزه اقول كمان ان النهارده يعني بنلقي الضوء على الاستثمار من جهه معينه او يمكن من شيء معين، وهو الاستثمار العقاري. الاستثمار العقاري في الفتره الاخيره الحقيقه شهد نوع من يعني عايزه اقول كده اب اند داون، يعني بيعلى وبيقل طبقا للاسعار اللي موجوده. حال الاستثمار العقاري ايه اليومين دول، وازاي ان احنا نقدر نساعد بشكل كبير في الاستثمار العقاري، ده هيكون موضوعنا. واول فقره فيها هتكون مع الاستاذه عبير عصام المتخصصه في الاستثمار العقاري. عندنا فقرات تانية كتير، منها مثلا فقرة المنسي. احنا دايما بنحاول ان احنا في الفقرة دي زي كل مرة بنحاول نجيب حد او مهنة منسية او حد يعني مش واخد حقه اعلاميا او في المجتمع بشكل كبير، بنحاول ان احنا نجيبه ونسلط الضوء عليه ونتكلم معاه. هنتكلم عن صناعة الاحجار الكريمة. الصناعة دي من الصناعات اللي ممكن تفيد الاقتصاد المصري بشكل كبير. الحاجات الهاند ميد زي ما بنقول كل مرة، الناس الاجانب بتبقى أو نشوف حاجة هاند ميد، هي كلمة سر هاند ميد، ممكن تحط سعرها زي ما أنت عايز، إنما أي حاجة ما كان طالعة بتاع عادي معروف سعرها أو أيا كانت لازم سعرها يبقى مش زي الهاند ميد الواحد بيطلع عينه فيها ويسهر فيها ويقعد يحط الفن بتاع جده وجده وجده جده فيها، فبتحس الأجانب بيحسوا وإحنا كمان طبعًا بقيمة العمل الجميل ده. هنتكلم عنه وهنتكلم عن مدى تطوره وإزاي يقدر يفيد الاقتصاد المصري بشكل عام في الفترة اللي جاية. كمان الاحجار ليها كده عامل نفسي يا حاتم، يعني يقول لك لون الحجر ونوع الحجر وطبيعه الشخصيه وتاثيره عليه، دي حاجات جميله جدا وكمان يعني محل اهتمامنا كلنا. هو علم لوحده، علم لوحده، حابين ان احنا نعرفه وحابين ان احنا نشوف كمان ايه اللي ممكن نستفيد بيه في الوقت الحالي. فاعتقد ان شاء الله انها تكون فقره من فقرات المحببه لينا كلنا. وبنختم بقى لقائنا مع الفنون اللي دايما بنهتم بيها في 10 الصبح، والفن الشعبي من اجمل انواع الفنون. واعتقد فقرتنا دي بتكون يعني فرصه ليا انا وحاتم كده ان احنا نستمتع بالفنون الشعبيه، وان شاء الله حضراتكم كمان تستمتعوا معانا. طيب انا نفسي انط في النيل. الجو جميل، الجو فعلا الجو برد جدا. انا اعتذر طبعا على المنظر اللي احنا فيه ده، لكن هي يعني اجواء اللوكيشن الخارجي بيبقى كده. ناخد فاصل كده بس نظبط الدنيا كده ونرجع لكل مشاهدينا مع اول فقره. يعني على حاتم بقى ينزل الميه شويه ويرجع مره ثانيه. فاصل سريع ونرجع.